أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمرة مع مصر في شتى المجالات، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها لما فيه خير الشعبين الشقيقين والمصلحة المشتركة. تصريحات الرئيس التونسي جاءت خلال استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 15 للجنة التشاور السياسي بين البلدين. أوضحت الخارجية المصرية في بيان لها أن شكري أكد خلال اللقاء دعم مصر وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراءات وجهود الرئيس قيس سعيد والدولة التونسية لبناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.